أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة العمل وتسخير الجهود من أجل خلق الفرص النوعية أمام المواطنين ورفض مسيرة الوطن بالخير والنماء، مشيرا سموه إلى الحرص الدائم على تنفيذ التطلعات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بأن يكون المواطن نصب الأعين في مختلف مسارات العمل الوطني، فهو محور التنمية وأساسها الذي من أجله توجه مختلف الجهود والخطط والبرامج. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين إلى مجلس سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع ومجلس الأمير فيصل بن محمد بن شريم المري، حيث أشار سموه إلى ما شهدته المجالس الرمضانية من تآلف ومحبة تركت أثرها في قلوب الجميع والتي تمثل الدافع لمزيد من العمل من أجل الوطن والمواطن. ونوه سموه بعزم أبناء البحرين وتكاتفهم لتحقيق الأهداف المنشودة التي تعود بالنفع والخير على الجميع، مشيدا بمساهمات كافة أعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي، كل من موقعه في تحقيق النجاحات المشرفة للمملكة والتي هي محل شكر وتقدير دائم. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه الدائم بالتواصل مع المواطنين من خلال هذه اللقاءات وما تعكسه من معان نبيلة، متمنين للبحرين الغالية المزيد من التقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.